مكونات جد بسيطة ومتواجدة في جميع البيوت. غادي نحضر معاكم واحد الكيكة كتجي خطيرة في المذاق وحتى في المنظر، فما تردوش انكم تجربوها لانها كتجي رائعة جدا. ويلا نبداو على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكون احوالكم كلها على خير وفيديو جديد. الا كنتو اول مرة كتشاهدوني كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر، فعلوا جرس التنبيهات باش دائما توصلوا بالجديد. واذا كنتو متتبعين اوفياء كنشكركم بزاف على حسن المتابعة. خليوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو ويلا نبداو على بركة الله. وفي اول مرحله كنحتاجو واحد جوج ديال الحبات ديال الجزر، تقريبا 200 غرام، كنحكوهم في الحكاكه الرقيقه. ضروري تكون الحكاكه رقيقه باش نحصلوا عليه بهذا الشكل هذا. غادي ناخذوا بول وجوج ديال الحبات ديال البيض يكونوا بالحجم الكبير، اللي تكونوا خرجتوهم من قبل من الثلاجه. الا كان عندكم البيض صغير فاستعملوا 3 ديال الحبات ديال البيض. غادي نزيد رشه ديال الملحه، كاس الا ربع ديال السكر حبيبات او السكر سنيده. نطربوا المكونات مع بعض حتى يذوب السكر. غادي نضيف الساشي ديال الفاني، ممكن تعوضوه بقشور ديال الحامض حتى هما كيجيو لذاد، او لا قشور ديال الليمون. غادي نخلط المكونات مع بعض حتى يمتزجوا، وغادي نزيدوا كاس الا ربع ديال زيت المائده بالتدريج مع التحريك المستمر. ممكن تستعملوا الطراب الكهربائي من الافضل، او لا غير الطراب اليدوي. كاس مملوء ديال الحليب يكون خارج من الثلاجه، وممكن انكم تدفيوه من قبل باش يعطيكم نتيجه زوينه. غادي نطرب مزيان المكونات، وغادي نضيف الجزر اللي حكيته من قبل. هاد الحكيكه هذه كتجي خطيره في المنظر وحتى في المذاق، فضروري تجربوها الا ما عمركم جربتوا كيكه ديال الجزر. فهاد الكيكه هذه غتولي عندكم معتمده. من بعد غادي نحتاج تقريبا واحد 6 او 7 ديال الحبات ديال الجوز او ديال القرقع اللي ما محمرينش. طحنوهم، انا غندوزهم غير هنايا في الحكاكه، حكهم مزيان او لا هرمشوهم في الطحانه. غادي نضيف هنايا ملعقه غير مملوءه ديال القرفه، اللي ممكن تستغناو عليها الا ما كتبغيوش الذوق ديال القرفه. انا استعملت غير ربع ملعقه، وجوج ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض اللي درتهم في الغربال. وغادي نبدا نضيفهم بالتدريج باش نشوف القوام ديال الخليط، لانه بعض المرات يكون دقيق اللي هو كيمتص سوائل اكثر من دقيق اخر، فضروري ما تشوفوا القوام ديال الخليط وتاكدوا من انه يعني هذاك هو القوام الصحيح. كيجي ثقيل شويه، فإلا جاكم الخليط جاري ممكن انكم تضيفوا ملعقه ديال الدقيق اخرى. غادي نضيف كيس ونصف ديال خميره الحلويات، ما يعادل 10 غرام. وفي نفس الوقت غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الخل في نفس التوقيت، وكنمزجهم مع بعضهم. الخل كيساعد ان الخميره الفوريه كتتفاعل بسرعه، وكتعطينا واحد الخفه واحد الهشاشه للكيك. صافي، هذا هو القوام ديال الخليط. غادي نخليه جانبا. هنا خديت المول العجيب دهنته بالزبده، ممكن تستعملوا اي مول متوفر عندكم، ماشي ضروري هذا. غادي ندهنوا جيدا بالزبده، وانا عوض ما نرشو بالدقيق كنرشو بالمكسرات. انا عندي الكاوكاو اللي محمر ومهرمش، كيعطي واحد اللذه للكيك، وفي نفس الوقت ما تيخليش يجي يعني شاحب. الدقيق كيخلي فيه واحد اللون ابيض من الجوانب. مهم تقدروا ديروا هذه المرحله او لا تستغناو عليها. غادي نصب الخليط ديال الكيك، نحاول انني نقادو من الجوانب، وكندخلو الفرن يكون بارد. كيطيب في الاول من الاسفل، من بعد كنشعلو عليه من الاعلى تقريبا 5 ديال الدقائق، كيتحمر من الاعلى. في المجموع كياخد ما بين 30 حتى 35 دقيقة، او على حسب الفرن ديالكم. درجة الحرارة كتكون متوسطة. الكيك من بعد ما طاب غادي نقلبو في التبسيط ديال التقديم. كما شفتوا دغيا دغيا كيزول، ما كيلتصقش، كيجي واحد الكيك اللي هو اسفنجي وخفيف بزاف، والمذاق ديالو لذيذ.
في واحد المذاق ما بين الجزر وما بين الجوز ما بين القرفة، واحد المزيج اللي لذيذ صراحة. غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه اللي كنحتاجوا ليها واحد الساشي ديال الفاني او قشور ديال الحامض اللي بغيتو. غادي نضيفوا السكر على حسب الذوق، كنضيف ملعقتين، وغادي نضيف النشا اولا المايزينا ملعقتين مملوءتين، يعني كيكونوا بومبي بحال الشكل هذا. خلطوهم مع بعضهم، وغادي نضيفوا الحليب تقريبا جوج ديال الكؤوس ونصف ديال الحليب، نخلطوهم مع بعضهم على البارد، ومن بعد كنوضعوهم على النار مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا الكريمه ديالنا. وهذا هو الشكل ديالها، كتجي واحد الكريمه اللي عاقده وملسه. في هذه المرحله كنضيفوا الفرماج او الجبن المثلث او المربع، وممكن كذلك تستعملوا حتى الجبن الطري، كتضيفوا ملعقتين كبيرتين مملوءتين. انا هنا غادي نضيف جوج حبات ديال الفرماج المثلث، كيعطي لهاد الكريمه هذه واحد المذاق اخر. حركهم جيدا باش ما يبقاوش تكتلات ديال الفرماج في الكريمه، ومباشره غادي نصبها فوق من الكيكه اللي كتكون برداد طبعا. نحاول نقاد لها السطح ديالها باش ملي كتبرد كيجي السطح ديالها متساوي. وزينوها كيف ما بغيتو من الفوق. انا غادي نحط عليها غير طريفات ديال انصاص ديال القرقاع بهذا الشكل هذا، بحال غابيل ديال القرقاع لانه كاين في الداخل ديال الكيك. وغادي ندير عليها خطوط ديال صلصه الكراميل من الفوق، ممكن تزينوها كيف ما بغيتو على حسب الموجود عندكم، خطوط ديال الشوكولا اللي بغيتو. وهذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه بزاف بزاف. غادي نقطعها معكم طبعا باش تشوفوا الهشاشه والخفه ديالها، كتجي غنيه من الكيكات اللي عزازين عندي صراحه. عندكم هاد الكيكه ديال الجزر والقرقع، والكيكه ديال النخاله والشوكولا او الكاكاو، كتجي خطيره حتى هي. ان شاء الله في شي فرصه نشاركها معكم، حيت فعلا كيجي واحد الكيكات اللي هما غنيين، كتحسوا بانهم ماشي غير الدقيق وصافي، كتحسوا بانهم فيهم مكونات اللي هي مفيده طبعا. وديك الكريمه من الفوق، كريمه اللي بسيطه واقتصاديه حتى هي، كتزيد لذه لهاد الكيكه هذه. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم، تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وكنشكركم على المتابعه وعلى اللايكات ديالكم، فعلا كتشجعوني بزاف. شكرا لكم وسلامه. ما تنساوش تدخلوا الفيديوهات المقترحه، اكيد غادي تلقاو فيها حيل وافكار ووصفات اخرى غادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. خليتكم على خير، بسلامه عليكم.